waa xilli dabkii la shidaa uu dhaqsi ku dami doono. daqiiqada yar gudahoodna ubaxa ku dhiman doono, xasuustana lagu waayi doono. maalmaha ay noqon doonaan wax dhaqsi kugu dhaafa. iyo sannado badan oo ay dunidaani jirtay. imise sano ayaa ka hartay caalamkan? bal adigaba ka fakir dhacdadaasi. واقترب الوعد الحق أحداث خروج الدجال واقص عجيب بدن واقص نحن له واقص قف كنول وسن جعلي سن دونين إن أقارو حلقاسي واقص شرط هذا له واقص مسلم يهودي ولباء كجيف إن إدعي دون تقارن تاسي واقص إنو سوري رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد عدد أهيدنا وحن لسعنا إن رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم إساق وحلق سورين جري سيد أبي هريرة وحق سورين جري سيد تصالك لأبي موسى الأشعري أصحابك لأي وحق سورين جرين لكن ما أنت وحوح إنو سورين دونا رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم عجيب وحي تري فاطمة بنت قيس الفهري وحن مقلي نادو أما عد دير وعد كسو ييري حق رسول كيني محمد نحريسي نبدقلي دوشي سهاعته تاسي او أهيد صلاة جماعة إسوه كاليا وحي تري وحن سو آذي لنك مسجدك وحن لدو كاني رسول كيني محمد نحريسي نبدقلي دوشي سهاعته وحي تري فاضوما وحن كجري صففك دومرك او أها قيبتي دنبئي مسجدك سامركي ورسولك ألا محمد صلى الله عليه وسلم لمي صلاة دي وحو كفديستي من بركيسي إساقو قسليا وحونا مركاسي أمري إن أسان قفو لبأسان كدقاقين هلكي أسلاة كدو كذي إنتاسي كدب وحو يري صلى الله عليه وسلم مقرانيسان سببتا عن إسكوكين ييري سادتكي أو نوحي كدهين مقرانينو أو ألاقي رسولكي سأنباؤك مركاسو كيري رسولك ألا محمد صلى الله عليه وسلم حقيق دي وحان إسكوكين ياري ماها جعيل أما ماها إنا لنين عبسيق ليو لكن وحان إسكوكين ياري واتميم الداري أو أهنين أنساري أها أو رسولك ألا صلى الله عليه وسلم مركاسي لبا يعتمي أو إسلام نمدي قاتي وحو إيشيغ أيوي رسولك ألا صلى الله عليه وسلم أرين عجيبة تاسي أو آن هري إذن كوغوشيغ أو كسابسا المسيح الدجال وحو يري رسولك ألا صلى الله عليه وسلم تميم الداري وحو راعي دون إساقه سفر كيسي أي كوه لنا ين صدون قفوت أو أسحاب تيسا كميد أهي وحا تميم إي أسحاب تيسي كوك عدى بدي أو هرر ووين كوك عسي أيادو دون تينا كبر بوريسي كدبنا بدي وحي كتور تميل جسيراد أه أيادو عد عيد سيد عيسى يعني واحل مقرب أي سي أهي وحي بمركب قوان سذين تميم الداري أسحاب تيسي إن أي قلان جسيراد أسي بدكو دحتيلي وحي لكل من دابوين أما حيوان أو مدحي دي يجركي دي أو لن لغور أما تمائي بوحيين وحي كالقران وايين مدحي دي يمجهي دي يعني وا اسكوميد مدحي دي يلوغهي دي مركاسي كودهين تميم الداري أسحاب تيسي هوكتي أدوغو محاد أهي مركاسي هذا شي حيوان كي أو كتري وحان أهي جاجوس مركاسي وحي كودهين أوام حي جاجوس كأت شيغيسو مركاسي كتري حيوان كي قوم يهو أما ضد يهو وحان أركا إنو ور إذن هايو هدي أو ور إذن هايو وأدوني سان إنو ور إفجع إذن كدعو أرضه تاقا قرقاسي وحا كجرانين أو إذن شيقي دونا وحاد ربطان سا إنتاسي كدب حيوانكي وحي مقا عاوضي متكم إدها رقي ميشي جوغي وحي شاكت مقعيسي رقي ميشي جوغينا وحا كدعي أرققح وحي أماليين وحاسي إن أي تاهي شيطان وحي تري نينكي أي مقعيسي شاكتي أردو كوحداد أسي كحي قرقاسي أما معبد كاسي رقي وحي أسو دقاقين هالكي لوسو تلمامي مركي أي سو قلين وحي كو أركين قف وينين كيسي أي سن ويني قود أي سن أركين وحو كوحر حرنا متكم إده تيراركي قرقا كو دحييلي وحي أركين ننكي قعميهيسي أو لقنتيسي لونتيسي لسكو حري وحو كوحر حرنا برو آدي آد واد آدك تميم الداري وحو شاقي إن أي كو دهين هلاكتي وار أديقونا محاد أهيت ساوحو كويري نينكي وينا أنيقا واركي قوات هشين إيه بل إسكوكا هشيغا محاد أهيدان إذن كونا مركا سيكو دهين إنقو وحينو نهي داد عرب أح أو وحانو صورا عن الدوني وحينو قوكا عدي بدي أو موجودو ووين مدب بالأه إنا ودي أو مربا دينا عينو سيدي كدبنا وحي بدي إنقصو تورتي جسيرا دانير
waxayna la kulannay xayawaan weyn oo aan garan weyna madaxdiisa iyo lugihiisa halkay ay xigaan. Sa xayawaankii adiga ayuu inakaa soo tilmaamay. Wuxuu ku yiri, ninkii waan gartay, bal waxaan idin weydiinayaa su'aalo. Wuxuu ku yiri, waxaad ii sheegtaan geeda timireedka ku yaala Baysaan. Baysaan waa meel ku taalla Shaam oo u dhow dalka Urdun. Waxay ku dhaheen, maxaad inaga weydiinaysaa? Wuxuu ku yiri, geedahaasi wax timir ah ma dhalayn ama miro ah ma dhalayn. Saa markaasi waxay ku dhaheen, haa. Markaasuu ku yiri, waxaa laga yaabaa in aysan dib dambe miro aysan u yeelan. Markaasuu wuxuu ku yiri, haddana bal ii sheega oo iga warama Buxayra Dabariya. Buxayra Dabariya waa meel ku taala dalka Urdun, waxaana maanta gacanta ku haysta Yuhuudda. Waa meel laba buurood oo biyo ay ka buuxaan dhexdeeda. Markaasuu wuxuu ku yiri, biyo ma ka buuxaan halkaasi? Waxay ku dhaheen, haa, waxaa ka buuxa biyo badan. Markaasuu ku yiri, waxaa laga yaabaa in biyahaasi ay ka suulaan oo dib dambe aan loo arkin. Markaasuu haddana wuxuu weydiiyey ninkii weynaa, bal ka warama Caynu Zuqar? Caynu Zuqar waa meel ku taala Shaam. Markaasi ku dhaheen, maxaad inaga weydiinaysaa iyadana? Wuxuu ku yiri, wax biyo ah oo ay dadka ka waraabaan ma ku jiraan halkaasi. Saa waxay ku dhaheen, haa, oo biyo badan ayay leedahay. Wuxuu ku yiri, waxaa laga yaabaa in biyahaasi ay engegaan ama aan dib dambe loo arkin. Nimankii aad bay u yaabeen, waxay la yaabeen ninka sida uu dhulka u kala yaqaano. Saa wuxuu ku yiri haddana su'aal kale, bal iiga warama nebiga ummiga ah muxuu sameeyey? Waxay ku dhaheen, wuxuu ka soo baxay magaalada Makkah. Wuxuu soo degay Yathrib oo Madiina ah. Wuxuu ku yiri, miyay la dagaalameen carabta? Waxay ku dhaheen, haa. Saa wuxuu ku yiri, muxuu sameeyey haddaba isaga? Waxay u sheegeen kolkaasi in uu ka kor noqday intii carabta ahayd ee isaga xigtay, yacnii uu isaga ka gacan sareeyo. Saa markaasi wuxuu ku yiri, wallee armay ku habboon tahay in ay isagaasi addeecaan oo mid ka qayr badan dunidaani maanta ma jooga eh. Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar. Bal ka waran waxa nuucaasi oo kale ah qofkii iska indhatira. Markaasi nimankii aad ula yaabeen. Markaasi waxay ku dhaheen, warniyahow, aad baad dhulka u kala taqaanaa, ee waxaynu ku niri adigu kumaa tahay? Wuxuu yidhi, haddaba anigu waan isku kiin sheegayaa, anigu waxaan ahay Masiixu Dajjaal, yacnii waxaan ahay beenlowgii weynaa. Waxaa soo dhow xilligii la isoo furi lahaa oo adduunka laygu soo fasixi lahaa. Waxaan mari doonaa adduunka oo idil si xawli ah oo orod ayaan ku mari doonaa, mana ka tegi doono xitaa tuulo yar ilaa aan kaga dego. Afartan maalmood ayaan joogi doonaa, waxaana la ii diidi doonaa in aan galo magaalada Makkah iyo Madiina. Xaqiiqdii labadaasi waa iga xaaraan in aan galo. Haddaba walaalayaal, qisadan waxay inoo sheegaysaa in Masiixu Dajjaal uu ku garbaduuban yahay ama uu ku xirxiran yahay meel ka mid ah jasiiradaha ku xeendaaban jasiiradaha dalka Carabta. Laakiin Allah og meesha uu ku xiran yahay oo ma garan karto cid garan kartaa ma jirto. Xitaa Googlka hadduu isku dayo cid garan kartaa ma jirto, waayo qisadan waxaynu ka dareemaynaa in ay ku jiraan waxyaabo uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qariyey. Haddaba walaalayaal, qofkii doonaya in uu Allah subxaanahu wa tacaala shartiisa uusan gaarsiinin, haddii ay dhacdona inaad xilligiisa gaarto, waa inaad xifdisaa 10 aayadood ee ugu horeeya suuratul kahf ama 10 aayadood ee ugu dambeeya suuratul kahf. Waa sida ay warin kale leedahay. Walaalayaal, Alla subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaynaa inuu shartiisa inaan dhinac marsiyo. Waxaan Alla subxaanahu wa tacaala ka baraynaa inuu waalidkeena iyo caruurteena iyo nafteena iyo dhammaanteena uu Ilaahay nagu shartiro. إلهي سبحانه وتعالى وحي قيره إلهو حلقي قيره إنا قارسيه إلهو شرتيسي إنا دافسيه وولالكين حسن عثمان وسيداسي إذن كاقتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.